تخيلوا فئة السمارت وفيها نظام التشغيل عن بعد وبسعر منافس، وتقدر كمان انك تفتح جميع النوافذ عن طريق الريموت بضغطة زر تعلق على الفتح، تفتح معك النوافذ وفتحت السقف، بضغطة زر تقفل النوافذ وفتحت السقف. شانجان ايدو بلس فئة السمارت 2023، وحجم ماكينة 1400 سي سي تيربو تعطي قوة 158 حصان، ناقل حركة أوتوماتيك بنظام الدفع الأمامي، لتر البنزين يمشيك 18.3 يعتبر ممتاز بلس. تخيلوا سعرها ب 68,000 شامل الضريبة واللوحات. الشمعات الأمامية عدسات LED فيها اللد النهاري، الشبك مطعم بالكروم علامة الشانجان، جنط مقاس 16 وهذا شكل الجنط، الإشارات في المرايات الجانبية وفيها نظام تسخين المرايات، فيها نظام الدخول الذكي للسائق والمقابض بنفس لون السيارة وفتحة السقف. وخلفية السيارة اصطبات خلفية LED فيها الحساسات الخلفية ولمبة الضباب والكاميرا الخلفية، فتح الشنطة الخلفية ضغطة زر، هذه مساحة التخزين في الخلف، وهذه مساحة الجلوس في المقاعد الخلفية للسيارة، فيها التكييف الخلفي ومنفذ USB وإضاءة في السقف LED. التحكم في النوافذ كهربائي ونظام تأمين النوافذ والسنتر لوك، المقاعد جاية جلد باللون البني الغامق والتحكم يدوي. التحكم في المرايات الجانبية كهربائي، فتح الشنطة الخلفية وفتح وإغلاق مانع الانزلاق، والتحكم في وزنية الإضاءة الأمامية للسيارة. وهذا دركسون السيارة، في الجهة اليمين التحكم في الأوامر الصوتية وشاشة المعلومات الموجودة في الطبلون، والجهة اليسار التحكم في الأوامر الصوتية، وهذا طبلون السيارة. الشاشة فيها نظام الواي فاي وتقدر أنك تربط الشاشة عن طريق الإنترنت، هذه الكاميرا الخلفية للسيارة. وتقدر أنك تغير الخلفيات، هيتغير معك هنا. التحكم في أوامر التكييف، منفذ USB طاقة ومنفذ 12 فولت ومنفذ لدعم نظام الأبل كاربلاي. مساحة تخزين، شكل ناقل حركة، التشغيل بصمة، بريك الكهربائي، وثلاث وضعيات للقيادة اللي هو درايف مود، هنا إيكو، سبورت، نورمال. حامل الأكواب، التكاية في النص ومساحة تخزين، وفي السقف إضاءات LED. حامل النظارة والتحكم في فتحة السقف. عطونا رأيكم في السيارة.